لا ده اللجان دي، بص بقى اللجان دي اول موضوع انا هتكلم فيه النهارده. اللجان دي خلينا ااجل الفضائح بتاعت السيسي، انتوا عارفين انا يعني جاي لكم بالمصادر. موضوع اللجان ده كان في انتخابات تقريبا يا 2014 يا 2018، واحده من الانتخابات اللي هي المسخره اللي كانت حصلت دي. فلما كانوا بينزلوا الستات يرقصوا على تسلم الايادي قدام اللجان، كان في اغنيه طلعت لحكيم اسمها عندك نزوله يا ابو الرجوله. اللي عارف الاغنيه دي او فاكرها يكتب لي في التعليقات عشان اشوف بس الناس عارفه انا بتكلم على ايه ولا لا. يلا عندك نزوله يا ابو الرجوله، حد عارف الاغنيه دي بتاعت حكيم ولا لا؟ كانت يا في 2018 يا في 2014. لسه ما حدش كتب حاجه. ايوه ايمان كتبت اهي عارفاها، حمدان بيقول لا مش عارف، ايوه حبيبه بتقول ايام الانتخابات اهو بدات تندع، انا فاكرها ايه الغنوه دي؟ دي اغنيه لحكيم اسمها عندك نزوله يا ابو الرجوله مش عارف ايه، وكان فيها رقص يعني للركب والناس اتبسطت جدا والسيسي اتبسط جدا وكل الناس اتبسطت قوي 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 بالاغنيه دي لان كان فيها كم رقص ومسخره وقله ادب مش طبيعي. فالعنوان ده واضح كده ان عباس كامل قعد في المخابرات العامه مع السيسي وقعد مع احمد شعبان وقال يا جماعه احنا عندك نزوله يا ابو الرجوله. ايه النزوله؟ عندنا قمه المناخ، وقمه المناخ زي ما انتم شايفين في اصلا دعوات مظاهرات 11/11، وعندهم ناس بيكتبوا بالعربي وعندهم ناس زي اسامه بيكتبوا بالانجليزي وليه لطين سعادتك. طب نعمل ايه يا فندم؟ قال له عندك نزوله يا ابو الرجوله، اطلق كل الكلاب الحراسه اللي عندك، كل اللجان الالكترونيه اللي عندك، كل الناس اللي كانت شغاله معانا من ايام الانقلاب لحد دلوقتي، اجمع عندي هنا عندك نزوله يا ابو الرجوله. طب ايه؟ طب هنعمل ايه؟ هتعملوا ايه؟ ده انتوا عندكم طالعه ومش نازله. عارف انت هي طالعه ومش نازله. ايه بقى اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انتوا هتدخلوا على اي بني ادم ذكرا كان او انثى، معارضا كان ام مؤيد، اي بني ادم يبخ بخه بس فيها كلمه السيسي، قمه المناخ، علاء عبد الفتاح، حقوق الانسان، النشطاء، اهجموا عليه. عارفين اللقطة بتاعت علاء ولي الدين في فيلم الناظر لما جاب حسن حسني وقام لامم حواليه الستات اللي لابسين اسود وقال لهم نسوان هجوم؟ اه بالظبط كده. عباس كامل شغل لهم الاغنية عندك نزول يا ابو الرجولة، وقام احمد شعبان قال لهم نسوان هجوم، اهجم يا جدع، بطريقة علاء ولي الدين الله يرحمه في فيلم الناظر. فحصل ايه بقى؟ حصل ان في حالة سعار مش طبيعية. حالة سعار مش منطقية. أصبح إن كل كلمة، يعني أنا دلوقتي لو أنا قاعد معاكم فتحت تويتر عندي وكتبت تابعوني الآن لايف في البث المباشر بس ومشيت وجيت لكم تاني، عارف يحصل إيه؟ هتلاقي بوستات، صور، ستيكرز من 2014 لسه موجودة عندهم. ده يدل على إيه؟ يدل على إنه اللجان اللي كانت في 2014 جابوهم من قفاهم، جابوهم من المصيبة اللي كانوا فيها وقالوا لهم تعالى يا ابني عندك نزولة يا أبو الرجولة. كويس؟ اه واحد اهو بعت الكلمات، واحد بعت الكلمات بتاعت الاغنيه اهو، هات صحابك او جيرانك، هات مش عارف للحبايب والقرايب يلا بينا، مش عارف في ايدك ايه نزول يا ابو الرجوله، يلا هات معاك صحابك او جيرانك، وبعت الكلمات. المهم يعني الناس عرفت الاغنيه الحمد لله. فالقصه ايه؟ القصه ان انت بتكتشف ال 24 ساعه وال 48 ساعه اللي فاتوا ان هذا النظام بالظبط بيستحضر روح حسني مبارك. ايه يا عم جاب حسني مبارك الله يرحمه ولا ما يرحموش؟ يعني حسني مبارك في انتخابات مجلس الشعب دايما كان بيعمل ايه؟ كان يوم معدي عنده سلاح اسمه البلطجيه. البلطجيه دول كلنا عارفينهم، كان يقول لهم تعالوا يا جماعه، كان قبل اغنيه حكيم يقول لهم احنا عندنا برضو نزوله يا ابو الرجوله، وهات معاك سلاحك ومطوتك وحاجتك، احنا هننزل نقفل اللجنه دي، هننزل نزور اللجنه دي، عندنا مرشح من الاخوان المسلمين عايزين نسقطه، فهننزل نمنع الناس ان هم يدخلوا اللجنه، سطورك معاك، سكينتك معاك، هتقف تقفل اللجنه، كان مصطلح معروف قوي ايام مبارك. فالعباس كامل بيحاول يعمله النهارده انه بيحاول يقفل مواقع التواصل الاجتماعي، فطالع علينا شويه بلطجيه في صوره لجان الكترونيه، امسك. حتى هو احمد غانم ولا غانم بيقول لي هم موجودين هنا، اه موجودين، هتلاقيهم موجودين في التعليقات، هم مطلوقين، هو قال لك امسك يا جدع، اسامه عنده لايف ستريم، اهجم، نسوان هجوم، اتفقنا على المشهد بتاع فيلم الناظر. فخلاص جاي لك عشان ارزل عليك في اللايف بتاعك.
جاي لك عشان اضايقك في تويتر بتاعك، جاي لك عشان يعني عارف اكره الناس اللي بيعلقوا عندك في الفيسبوك، حتى في تيك توك. يعني انا جربت اشتغل على تيك توك الاسبوعين اللي فاتوا والفيديوهات عامله تفاعل كبير جدا، فلقيت برضو هناك في لجان رهيبه، لجان الكترونيه مش معقوله هناك هجم عليا في تيك توك، اه ويتحيا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وانتم الخونه ويا عملاء. يا جماعه والله نفس الاسلوب نفس الطريقه بالظبط. فالشاهد في القصه يعني في موضوع اللجان الالكترونيه ده، انه يا جماعه الخير واحد بيقول لك اهو كالجراد، هو لو النظام مش خايف، لو النظام ده مستقر، مستقر امنيا، مستقر سياسيا، له ظهير شعبي ونظام جميل جدا ويعني مبسوط ووضعه كويس، هيستخدم لجان الكترونيه ليه؟